بالنسبة للبنات وللرجال اللي عاوزين يتجوزوا، عاوزة تتجوز بس اتأخرت في الزواج، أو هو كمان عايز يتجوز بس اتأخر في الزواج، عايزة أقول احنا في أول الكلام قلنا ايه؟ قلنا ان طاقة القمر طاقة أنثوية، وان احنا عايزين ناخد الطاقة الأنثوية دي نفعلها جوانا عشان يعني نعمل التوازن بتاعنا شوية. احيانا بتبقى البنت حلوه زي القمر وزي الفل ومش ناقصها حاجه، اتاخرت في الزواج ليه؟ هي نفسها بتسال، مش بقول الناس بتقول ايه، انا بتكلم على اللي بتسال نفسها، مش بتكلم على الناس بتساله لها، لان هي بتكون عاوزه بس الموضوع تاخر مثلا، بيكون سببه يعني ننظر للداخل شويه، بيكون من ضمن اسبابه هي طاقة الأنوثة. أنا كل ما كانت طاقة الأنوثة بتاعتي متوازنة جوايا، كل ما أنا يعني تجلالي الذكر اللي عنده الذكورة بتاعته برضو يعني متناغمة جواه. احنا أي ذكر وأي الأنثى بيكون جواها 60% طاقة أنوثة، 40% طاقة ذكورة. الذكر بيكون جواه 60% طاقة ذكورة، 40% طاقة أنوثة. طيب هي البنت بتسأل نفسها انا ما اتجوزتش ليه لغايه دلوقتي، تبدأ تبص لنفسها من جوه. هو انا مش احنا يا جماعه مش عشان احنا بقينا بنشتغل وبنمسك فلوس وعندنا مسؤوليات نتحول لرجال، بقينا رجاله وبنسوق عربيات ومش عارفه وبنعمل، يعني احنا مش رجاله، احنا سيدات، ودي الحاجات اللي احنا بنعملها حاجات طبيعيه، ابقي ذكر وفي مجال شغلك ماشي، لكن مش في كله. يعني على فكرة دي من الحاجات اللي انا انتبهت لها في نفسي، انا مش بس بتكلم، مش بقول لكم، انا بقول لكم ده يعني اي حد كده يدور جوه نفسه هيلاقي يعني طب يعني مين ما بيقعدش يقول ايه ده انا عندي مسؤوليات، ده انا النهاردة مثلا اول الشهر عليا التزامات المفروض اعملها، ده انا عليا مش، طبعا دي كلها حاجات ذكورية. يعني ليه؟ لانه في صفات للذكوره، لطاقات الذكوره، وفي صفات لطاقات الانوثه. فمن صفات طاقات الذكوره ايه؟ تحمل المسؤوليه، وانه خطوط مستقيمه كده، الانجاز والعمل وكده، دي كلها طاقات ذكوريه. فاحنا لما بنيجي احنا دلوقتي البنات والستات لما بقى يعني انخرطت في الحياه العمليه قوي فنسيت نفسها، ففعلا ايه بقت عماله تفعل الذكوره اللي جواها ونسيت ان جواها انوثه، يعني مع ان شكلا في الخارج بتلاقيها حلوه جدا، مهندمه جدا، شيك قوي، محافظه على جسمها وكل حاجه، لكن جوه جوه الاحساس من جوه عامل ازاي؟ ان انا يعني فعشان كده خلينا منتبهين امتى اطلع طاقه الذكوره اللي جوايا وامتى اطلع طاقه الانوثه اللي جوايا. لما اكون في شغلي ماشي طلعي الذكوره.